اتفضلي يا استاذه ريهام. الخبر من الاول معانا عن مدافع نادي الاهلي محمود متولي. الناس كتير كانت بتتساءل طبعا عن سبب استبعاده من قائمه الفريق خلال الفتره اللي فاتت، وحتى اللاعب نفسه قبل ماتش انبي اللاعب عمل جلسه مع موسيماني. موسيماني اتكلم معاه عن التفاصيل استبعاده من القائمه خلال المباريات اللي فاتت، وكان اهم سبب بالنسبه لموسيماني هو ان اللاعب بقاله فتره طويله جدا ما بياخدش مباريات. قال له انا بستبعدك بسبب ان انت بقالك فتره طويله جدا مش بتشارك، وانا في الفتره الحاليه محتاج اللعيبه الجاهزه اللي رجليها كانت في الملعب خلال الفتره اللي فاتت. كان رد محمود متولي على المدير الفني ان ده مش ذنبي، يعني ان الاصابات هي اللي كانت بعداني خلال الفتره اللي فاتت دي كلها، وعلشان كده انا محتاج ان انا اخد مع الوقت. وده كان رد فعلا المدير الفني عليه، اللي هو قال له ان الفتره اللي جايه هتبتدي ان انت تاخد ماتشات تدريجيه مع الفريق خلال الفتره اللي جايه علشان خاطر ما فيش اكتر من ماتشات. ده الاهلي ما فيش اكتر من ماتشات، ما فيش اكتر من الحالات اللي هي لها علاقه بالاجهاد يعني. بالظبط بالظبط. فمن الفتره اللي جايه هيبتدي على مراحل يدخل السكواد بتاع الفريق ويشارك اوقات قليله في اكتر في اكتر لحد ما يندمج مع الفريق ان شاء الله. يعني ابو الشوق، بص يا هيما، اول حاجه هنبتدي بيها موضوع كهربا. تمام، احنا طبعا كان اداره الزمالك وامير مرتضى منصور مشرف على الكوره اتكلم في الملف ده، وقال الزمالك ناوي يخاطب المحكمه الرياضيه يقول انه خلاص ال 45 يوم اللي احنا كنا اتكلمنا فيهم من بدري خلصوا، وخلاص دلوقتي المفروض ان يعني عايزين فلوس. بالفعل الزمالك بعت خطاب رسمي تمام للمحكمه الرياضيه، تم الحديث فيه انه اللاعب امتنع عن تنفيذ العقوبه وانه ما دفعش لنادي الزمالك الفلوس. تمام، دلوقتي الموقف ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي الموضوع برمته هيتم تحويله دايركت على لجنه الانضباط. ليه؟ لان دلوقتي ما بيتم توقيع عقوبه على اللاعب بيديك 45 يوم تدفع فيهم بس ما تتوقفش. تمام؟ دلوقتي الموضوع اول ما يروح للجنه الانضباط كده كهربا لو ما حلش الموضوع ودفع الفلوس قبل الموضوع ما يتبقى في جلسه انضباط هيتم ايقاف اللاعب. ايقاف اللاعب ده معناه انه خلاص هو اتوقف ومش هيدفع الفلوس؟ لا، هتفضل موقوف مثلا سيد قلت 6 شهور، خلال 6 شهور دول ما دفعتش غرامات تاني زياده فايده، بالاضافه للفايده، بالاضافه انه هيبقى لعقوبه الايقاف تاني. يعني ده معناه ان الموضوع ممكن يطول. الخبر المهم، انا بقول لك خبر دلوقتي، كهربا حاول التواصل مع اداره الزمالك عن طريق المحامي بتاعه وعرض تقسيط العقوبه. الزمالك قال لا شكرا، مفيش تقسيط، مش عايزين تقسيط، احنا عايزين فلوسنا كلها. تطوع على كبوه. خلاص ماشي. ما خلاص، لان من الاخر هو الزمالك شايف ان الموقف اللي حصل من كهربا واصراره انه الزمالك عقدي فيه مشكله، لا اصل الزمالك سجل في اوقات غلط، لا اصل دي مشكلتي، ده عمل مشكله وحرج للزمالك والشكل الزمالك، دي رقم واحد. رقم اتنين ان هو ما جاي يمشي، كان اخر ثلاث ماتشات في الدوري في 2019 دي مباراه اللي زي ما بقول لك الدوري راح من الزمالك، مباراه جونه على مباراه الاسماعيلي الاهلي كان حرس حدود الماتشات دي، هو كهربا ما كانش موجود فيها بعد كاس الامم لو تفتكر، ان كان كاس الامم جه 2019 الدوري وقف، بناء عليه كل ده كان سبب من اسباب ضياع الدوري، انه كان وقتها ما كانش فيه، كان الزمالك بيعتمد بشكل اساسي على كهربا وده اللي ارتكز عليه الزمالك في الموضوع. اذا في الوقت الحالي كهربا لازم يحل مشكلته، لان في الاخر لازم تبلغ المحكمه الرياضيه بحاجه من الاثنين، يا اما ان انا دفعت الفلوس يا اما انا وصلت التسويه مع الزمالك. التسويه خلصت، يبقى انت قدامك ايه؟ تدفع. شفت خبط اللي في الاخر؟ يعني بص عضو مجلس اداره بيتكلم. تدفع حبيبي. اتفضل.